احنا معانا ثلاثة من اهم النجوم اللي احنا استمتعنا وتربينا على اغانيهم. ايه اليوم الحلو ده؟ الناس كانت بتستنى الكليب بتاع هشام عباس ده اكنهم مستنيين مثلا فيلم عادل امام. ناري ناري. ايه المميز في حميد الشاعري؟ حلال عليه. ابتدينا الساعه 9 بالليل، الساعه 9 الصبح كانت اغنيه خلصانه. كان الفيصل في النجاح في الايام دي شريط الكاسيت. اغنيه اللي انت سمعتها ومزجتك. ما فيش صاحي صاحي. لما بينزل ألبوم تلاقي كل الكشاك بالمحلات بالعربيات. شكا حكا بكا حكا حكا بكا شكا. نجوم حفل كاس التسعين غدا الساعة 11 مساء على CBC.